ينفعش تقول لحد بحبك وانت مش شايف منه اي حاجة تثبت الحب ده. ما ينفعش تقول لحد بعت مسج وهو فاتح طول النهار ومش معبرك، ولما تيجي تكلمه يرد على قد الكلمة. ما ينفعش تقول لحد انا محتاجك وهو مش مديك اي اهتمام، وانت مجرد سد خانة مش اكتر. ما ينفعش يوحشك حد انت مش في باله، لانك كده بتقلل من نفسك. ما ينفعش تحكي اللي جواك لحد مش قابل يسمعك، لانه في الاخر هينفض وهيرديك بكلمة معلش. ما ينفعش يبقى صاحبك في الفرح بس وفي الحزن انت لوحدك، يبقى ده مش صاحب. ما ينفعش تسامح حد كسرك اكتر من مره، لان لو كان بيحبك وشريك ما كانش كسرك وجي عليك. ما ينفعش تتعب نفسك نفسيا عشان مهتم بناس هملاك وانت في اخر حساباته. الخلاصه، ما ينفعش تهين كرامتك عشان حد مهما كان، لان ساعتها حتى لو كنت كسبته بتبقى خسرت نفسك، وخساره النفس اصعب مرحله ممكن توصلها.